السلام عليكم، عدنا للعبة هيرثستون. اليوم برحلة الأرينا وصلنا لمكان صعب جدا. نعم، مكان الخسارة تعني الخروج، ولكن بنذكر الخلطة اللي معنا هي خلطة ما دخل بكل سلسلة هيرثستون اللي عاملينها. هاي أول مرة بنجرب خلطة من هالنوعية، اثنينات وثلاثات هي الخلطة أغلبيتها. أتوقع في مشاهدين يعني اتوقعوا انه هالخلطة لا تنفع ابدا، وفي مشاهدين يخالفون الرأي تماما، بلاقوا هالخلطة كتير منيحة. في مشاهدين بيقولوا خلطة تعتمد على الحظ، في مشاهدين يعني كل واحد له فكر بالموضوع. هذا الحلو باللعبة، ما في حدا بيفكر مثل التاني بالنهاية. هدول حشيلهم، نشوف شو حيجينا. عندي هاد بس ما حلعبه، هذا بدي تونت لألعبه ضد درويد لأنه بيضربه بالهيرو تبعه بيقتله فورا. هاي لاحظت إذا بتكبس على الانترن كتير بسرعة قبل ما تصير خضرة ما بتخضر. لعب الساعة كارت ماشي حاله، حلو للبداية. هذا بيخفف لك حق أي كارت مقدار واحد بس، اول كرت من كل دور. يعني هلا اول كرت فينا نلعبه بكون حقه واحد، مثلا هذا الاثنين بكون حقه واحد مثلا. اذا اجانا كرت اربعة احسن شيء، ما اجانا كرت اربعة بس شوفوا شو فينا نلعب. هاد هيك ويند فيوري سلاح نضربه لهاد ونضرب الخصم. الطريقة هو إذا حابب يقتلنا يفضل ما بده يقتلنا يهجم يعمل بده إياه. هو هلا حر، استعمل السحر تبعه أي حيختار، اختار الهجوم. إذا اختار لا بس الهجوم بالهيرو ضرب وبالهجوم بالجندي كمان خطة منيحة بتصير. معنا ثلاثة معنا فقط، هذا صفر فعليا إذا بننزله، بس شو ننزل بعده؟ والله فينا ننزل هاد وتوتم، نقلبها توتمات شوي مثلا. منيحة، نزل هاد، نزل توتم ونضرب هاد ونضرب هاد هيك بيصير. ان شاء الله ما يكون معه سوايب لانه كتير الدورة الجاي مهمة اذا كانت الارض مثل ما هي. شكله معه، لا ما معه سوايب حق اربعة بتذكر. معه توت، معلش فيني اقتل التونت، فيني اتعامل معه بشكل سهل. اول شي هيكس، تاني شي توتم. فرجيني تونت، ما في تونت. هات منزل هاد وهاد بضرب هاد وهاد بضرب هاد وما حستعمل سلاح، خليه بايدي شوي. معلش ممتاز 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 انه ما معه. اجانا تونت هلا بايدنا. طيب حنزل هاد ولا هاد؟ نزل ترى ثواني، نزلنا خمسة صفر او اثنين، لا خمسة. هنزل هاد وحنزل هاد وهحاول اخلص على هدول باني اضرب هاد اثنين. والله هاد ما خلص عليه، حاتركه حاتركه هالدورة هاي. معلش انا ما عندي مشكلة انه يقتلي، لانه عم فكر ما عندي مشكلة يقتلي هاد لانه عندي بديل تونت غيره.
وليش انا مصمم يكون عندي توند على فكرة، لانه بدي احمي هذا الكارت الصغير ما يموت، بيعطي طاقة عادي. وهات حيضرب هذا هلا مفروض، او معه ستار فاير بايده كمان ممكن. حيضربه تبادل ما بشكل ممتاز. الخطة تبعي اللي بدي اياها ماشية تماما. 2 2 4 2 2 4 4 8 1 9 خالصة خالصة، مع 9 دمج هو حققته 9، ما بيقدر يعمل شيء. اذا يطلع ليفل 41 حلو. يعني اتوقع انه الخطة عملناها باعلى مستوى من هالشغلات اللي اجتنا، ما اتوقع عملنا اخطاء بهذا الجيم. يعني احيانا بنعمل اخطاء بس بهذا الجيم كنا موفقين. اتوقع انه هذا اللاعب ما كان بايده يساوي شيء غير الشيء اللي سواه. يعني لو اجا سوايب كان قدر يطلع من هالمشكله اللي هو فيها، بس ما بتعرفوا يمكن حتى سوايب ما عنده بكل كروته. طبعا بتذكر السوايب هي ضربه المخلب اللي بتضرب 4 على شخص او لمينيون او لكارت، وواحد واحد واحد لكل كروت الثانيه والهيرو كمان. صعب صعب البلدن اذا كان كروتو فيها ديباينات. مين نخلي؟ شيل هيكس، شيل ويبن، هذا منيح ضد بلدن. يعني مقبولة. يلا حلو، جانا هذا الكارت هذيك المرة بيريحنا شوي. Reporting for duty. هنزل هاد لأنه تونت. اضرب هيك. طبعا هذا اذا اكل ضربه بيصير عنده انريج 3 اتاك زياده، مشان هيك ما بتوقع يضرب هاد بهاد. ما بتوقع يعملها، اذا عملها انا مجازف. تمام. هلا اللي عمله انه تبادل اليونتات مع بعض. هاد لازم نقتله بس ما بعرف كيف. استعملنا 2. والله خلينا نحظز او نجرب انه يطلع لنا تونت نرتاح، لانه وبنزل هاد هيك شايف انا. لا لا بنزل هاد، بدي ضغط اكثر. تونت هاد، تونت تونت، ما اجى تونت، ما بيأثر. حاولنا، عنده هلا خيارات كتير. طبعا اذا عنده دمج جماعي هون وقتها بيتحكم بالمباراة. اذا عنده ديفاين شيلد تاني وعطى الجندي القوي تبعه، بيعتقد يقتل فيه شي حدا. قتل المينيون اللي بيخلي ودهشه. تمام جاني ديفاين، هستعمله ولا توتم. وهات هضرب هذا خلاص منه لانه دمجه عالي، وحاضربه لإله باخر 2. مباراة صعبة جدا، أنا والخصم عنا تقريبا نفس التكتيك. تعطي 26 تعطي 24. نزل تونت ولعب سيكريت. شو هي السيكريت يا ترى؟ ما بعرف، بس فيني اول شيء اضرب هاد. اذا كانت سيكريت ديفندر منيح ليك، وليش؟ لانه بضرب هاد هيك وبحط السلاح على هي وبقتله فيها. تعالوا نضربه. لا سيكريت غيره. طيب
اذا السيكريت غيرها معناتها بنزل هاي كمان. السيكريت ما لها علاقة. طيب بقتل هاد هلا. السيكريت معناتها ترجع هاد بطاقة واحد. طيب مشكلة، مجبور اني اقتله، مجبور. اذا ما قتلته حيعمل لي مشاكل. حط توتم وبستعمل سلاح على الهيرو وبقتله بالهيرو. عندي لافا بيرست للضرورة، 5 دمج. Thank you. كاركتر قوي جدا مع تشارج، بفوت بقوة، لاعب هجومي قوي. حبلش اعجق الارض. نعم هنزل هلا هاد وقتل هاد. توتم شو عنده يا ترى؟ مزيد من الضغط. هولي راس تعمل 3، اجاك كرت حقه 3، هيك بنفهم. هلا الشيء اللي بدنا نساويه ننزل هاد تبع ويند فيوري، نعطي ويند فيوري لهاد. ونزل هاد، وبصراحة بدي اقتل الجندي مشان ما اذا كان معه بليسنج اوف كينجز ما يستعملوا عليه. هاي اول ضربة، هاي تاني ضربة. بتعرفوا في عند البلدن شيء اسمه بليسن اوف كينج بيعطي بلس 4 بلس 4 زائد 4 للطاقة والضرب. حول له ضربه لواحد لهاد لانه شافه خسر خطرة كتير. بس انا هلا قربت انهي اذا ضبطت الامور معي اكتر شوي. ليش هاد هيك؟ اخذ 2 دمج من هاد، يعني هو واحد بس مع 2 3. طيب هلا 3 و3 6 و5 3 و3 6 و5 11 13 14. انا بقتله هيك، بس هو طبعا هيستعمل سلاح ليشيل شي شغله. اتوقع قتلته خلاص، انتهت المباراه. يا سلام، بدنا اياها الفوز، فوز غالي، فوز غالي. اذا هنضرب هيك، هنضرب هيك، هنضرب هيك، هنضرب هيك. ممتاز، فوز غالي جدا بمعركة جدا صعبة ضد خصم بيلعب بطريقة حلوة والله. تقدير لهذا اللاعب، ما كان سهل اطلاقا. وصلنا ل4-2. لوين رايح الرحلة؟ غريبة هالرحلة، ممتعة سريعة جدا جدا. وهذا انا عم بلعب واشرح شوي على الكروت، يعني ما عم بشرح بشكل كامل وما عم بشرح بشكل مو ما عم بشرح نوب، بس لو عم بلعب لحالي بدون تسجيل برا التسجيل، اتوقع الحلقة هاي ما بتاخد معي اكتر من 5 دقائق. اتوقع اللي هي من اول ما بلشنا لهلا احنا صلنا تقريبا 13 دقيقة 14 دقيقة، يعني 13 خلينا نقول. اتوقع اذا بلعب دغري يعني بدون ما اوقف ولا اشرح ممكن 5 دقائق. سرعة خيالية، بس بشرط انه الخصم يلعب فورا. طبعا اول مرة يطلع لنا هذا الصديق، بس رغم انه اول مرة يطلع لنا ما حنخليه، حنخليه بس هذا. ونتمنى يجينا هدول اتنينات. اوز ماشي الحال، بخلطتنا ما منيح انه نكون احنا الاول لانه ما عندنا وحدات كثير. Greetings, friend. شوفوا المعمل، بيعمل الحديد والأسلحة وكذا، السيوف والدروع. It's time for it. هذا بيقتل هاد، يعني الاثنين عكس بعض. هولي سمايت قتل لي اياه.
جاني سلاح مش لي هون. اذا بضربه بهي الحاله قتلني. يلا منيحه بس بكل الاحوال جيده. هدول اليونتين نفس بعض فعليا، فرق انه اللي معي عنده تونت بس زياده، كل شي تاني متشابه. مين حيضرب شو؟ اذا هذا عشوائي ضربه كل وقت الشندي بينزل، ضربني ضربة لإلي ضربة لإله. قتلوا بعض. ورجعت الأرض فوري. هنزل هاد وسلاح واقتله بسلاح. إذا نينات هذا بيرخص لي أسعار الأشياء، بس عندي واحد أوفرلود يعني حيكون معي أربعة معنا. هلا صار الهيل تبعه بيدعم الدمج، مشان هيك لازم أحاول أقتل هاي فورا. ما بحب أبدا، بس خليني أشوف كيف بدي أقتلها. كيف بدنا نقتلها؟ خيار رقم واحد، خيار رقم اثنين. لافا بيرست هو الخيار الأريح. ضربة سلاح كمان. خليه يرتاح، خليه تعبان، خليه عنده شي يساوي، ممكن هي لحاله مثلا. سايلنس. ما عاد في خصومات على اليونيتات بعد الآن. نزل هاد مع ديفاين. والله بنقتله هاد مش مدركه. ليش لنا اعطيه فرصة انه يكون عنده شيء بالارض؟ خليه هلا شوي، طول ما عندنا الفرصة انه نحن عم نضرب كل شيء خلينا. طاقتي قليلة ايه. بس الخطة ماشية. اكس لهاد. اثنين باثنين. I hear you got a problem. Oh, stealth. ما فينا نعمل له شيء غير ليضرب. نزل هاد. ونزل هاد. ونهجم. إذا عنده كارت كتير كبير بالأرض يعمل سبعة دمج، إذا استعمله ليقتلي. أوه كارت خيالي فكك الأرض كلها. إذا هالكارتين اللي إجوا أعطوه الأولوية. صارت المهمة صعبة علينا كتير، صارت المهمة شبه مستحيلة. تونت. ما في تونت. Feel the power. Remember, kill Thalas. هاي ثلاثة، هاي ثلاثة. أربع كروت، أنا ما معي كروت، ما بقدر، ما بعتقد فيني أرجع، خلاص. خلاص. إذا قتل لي هاد، في عندي ثلاثة. عنده هيل هلا، ممكن يرجع يعمل له هيل. شو بده يجيني لحتى أرجع من هالمشكلة اللي أنا فيها؟ كوبرا تروح لي أي يونت كبير. شايفين الضغط تبعه؟ تعطوا 11 فقط بس. رجعه مشان يلوب شي تاني بعدين. هي الحاله للتأمين. كرت يلا يجيني شي احسن منه بس. تونت. تونت تاني وضربه. مشكلة هلا صار انه هاد بيقتل هاد، هاد بيقتل هاد، والسبعة فلتانة كثير كثير. عنده شغلات كثير، وضعه منيح. اتوقع خلصت المباراة 90% انتهت المباراة. ما عنا شي بيرجعنا لو عنا الليجندريات هدول اللي بفضوا الارض.
او شيء من هالانواع هاي كان في امل. صح شايفين ما في. انا بس عم مشي هلا دوري يعني هي خالصه بس عم مشي مستنى يخلص. بس بتوقع انه يعني ما كان فينا كمان نعمل اشياء كتير غير اللي سويناها. اجا كرتين قلبوا الموازين يعني بنزل الستيلس دمجه كتير عالي بعدين اجا البلس مع الضرب الجماعي هون وقتها روحهم. لو ضلوا يمكن دورة تانية كان ما عاد حق يرجع منها حتى لو استعمل جماعي. لاحظوا طاقته شلون اضطر يهيل حاله اخر شيء. بكل الاحوال معنا 4 وينات بهالرحله بهالخلطه اللي لاول مره بنستعملها بكل سلسله هيرثستون. خلطه اثنينات وثلاثات اغلبها. نعم اول مره نستعمل خلطه من هالنوع. طبعا اذا ما شفتوها فيكم ترجعوا الحلقه الاولى بتشوفوا بالضبط كيف نقينا الكروت وكيف كانوا كلياتهم صغار 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 الى الكبار كتير. اول جائزه هي ويند فيوري اوفرلود شامان كرت ما عنا منه ما بحب استعمله كمان ما بلاقي. 50 جولد باك. نعم اذا هي جوائزنا كانت من رحلة الارينا. طبعا الباكات بنصمدهم نعملهم حلقات تفجير باكات او فتح باكات لحاله كل ما يصيروا 5 او 6 ممكن 8 اقصى حدود يعني هيك اشياء. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقه وبهالرحله من الارينا. عملنا تغيير شيء جديد اول مره نجربه. حجرب شغلات جديده ببالي كتير مو شوي في كتير خطط لانه بتعرفوا اللعبه هي حسابات وخطط وكتير اشياء. بس هذا كان كل شيء. ما تنسوا تلحقونا على الروابط الموجوده فوقي. كل اي شيء اجتماعي اخره روابط التواصل الاجتماعي اخره 1JJ1 او جوجل بلس بلس 1JJ1 ومكتوبه كمان هي بالديسكربشن باليوتيوب تحت فيكم تضغطوا عليها وتوصلوا دغري. ما تنسوا اشتراك لايك مفضل بلس 1 ريتويت شير كل شيء من هدول فيفوريت مشان يعني تقوى السلسله ونقدر نعمل حلقات جديده. كان معكم عمر 1JJ1 مع السلامه.